شيء على الكومبوننتس مال الراندمايزد كنترول تريال. ارجع واقول شنو الهدف؟ انا ليش جبتكم اليوم حتى نسوي ورشه عنها؟ خوتشان قلت لكم روحوا اقروها. الهدف اولا حتى نعرف شلون نسوي راندمايزد كنترول تريال، لانه ممكن فعلا ممكن تسووها، يعني الموضوع جدا بسيط تمام، يراد له شويه جهد بالممارسه تقوون روحكم، لكن يعني بالسي في مالتكم شيء كلش عظيم، وبنفس الوقت هو متناول اليد، واضح؟ على اي شيء ممكن تسووه بمعنى الكلمه، على اي شيء. زائد نقطه ثانيه، على مود تعرفون شلون تتعاملون وياها لما تروحون، لما نبلش نسوي بحوث صور بعدين، لانه كلش 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 تفيدكم. المكونات مالتها، اولا هم البيشنتس نفسهم، who take part in the trial are referred as participants or the study population. الأول ناس اللي هم patients اللي احنا راح نسميهم المشاركين أو the study population، هذولا do not have to be ill، ما مو بالضرورة يكونون مرضى بمعنى كلمة مرضى، بل أحيانا هم ممكن يكونون healthy، ممكن احنا راح نسوي التجربة على healthy volunteers or members of general public، بيهم الهيرثي وبيهم المو هيرثي. فأول كومبوننت عندنا هم المشاركين نفسهم. المكون الثاني هم الانفستيجيتورز اللي هم احنا، يشمل اللي راح يسوون ديزاين للستدي، ويشمل اللي راح يسوون ادمنستر للانترفنشنز، يعني اللي راح ينطون الانجكشنز في حاله كانت تجربتنا على انجكشن، او اللي راح يسوون البروسيجر اذا كانت تجربتنا على بروسيجر وهكذا، او هم اللي راح يسوون انالايز للريزلتس بالاخير، اللي راح يحللون النتائج اللي طلعت لنا. الكومبوننت الثالث هم الكنترول جروب. كنترول جروب هي شنو؟ خلينا نقرا. One of the interventions، واحد من العوامل المتغيرة، هو غالبا ما نسميه standard of compression، يعني شو نعبر عنه بالعربي؟ الشيء اللي راح نقارن على اساسه، واضح شلون؟ يعني احنا دا نجي نريد نشوف، مثلا خلينا نتفق هسه احنا بيناتنا هل 9 نفرات القاعدين، نريد نشوف والله يا دواء افضل انه نستعمله كمخدر، يعني كانالجيسيك العفو. نطي باراسيتول، لو نطي ايبوبروفين، لو نطي فالدواء الثالث، الدواء اكس، تمام، العنصر الكيميائي اكس. هل يكفي انه نسوي تجربه على اناس قسمناهم بشكل صح ورتبناهم بشكل صح وراندومايزد وكل شيء حلو وما عندهم كونترا اندكيشن لهي الادويه وامورنا تمام التمام، هل صح انه ننطيهم كل واحد، كل مجموعه ننطيها واحد من ذني الادويه وخلاص ونقول اي والله احنا سوينا التجربه؟ لا، لازم عندنا مجموعه اسمها مجموعه الكنترول، اللي هي شنو؟ اللي هي مجموعه يا اما ما نعطيها العلاج اساسا او ما نسوي لها البروسيجر، يا اما نعتمد بها على بلاسيبو افكت، يا اما نستعمل وياها كونفنشنال تريتمنت، يعني علاج تقليدي، علاج تقليدي يكاد يكون هو الشائع واللي دائما ننطي، واضح شلون؟ هاي المجموعه شنو نعتبرها او شنو سبب وجودها؟ هاي هي الستاندرد، اللي اذا اكو علاج ثاني كانت نتائجه احسن من عندها نعتبر العلاج جيد، واذا العلاج نتائجه أسوأ منها نعتبر العلاج سيء. هاي المجموعه هي الخط الصفري، هي الكنترول جروب، هي الستاندرد مثل ما قلنا، واضح شلون؟ فباشر اقول لما تروحون تبحثون على اي شيء ولقيتوا كنترول تريال عليه، العفو لقيتوا راندومايز تريال عليه، وقال لكم انه الكنترول جروب هاي النتائج مالته، خلوا ببالكم انه الكنترول جروب هو مو ضمن التجربه، هو الستاندرد اللي انتم راح تقيسون عليه. اوكي؟ فجدي يقول، دي يقول انه هاي هي الستاندرد اوف كومبريشن اور كنترول، هينس ذا نيم از راندومايزد كنترولد ترايل، هذا هو السر في تسميتها كنترول. ذا جروب اوف بارتيسيبنتس هو ريسيف ذا كنترول ار نون از ذا كنترول جروب، ذا كنترول مي بي كونفنشنال تريتمنت بلاسيبو اور نو تريتمنت. اوتكمز ار ميجرز، النتائج اللي تطلع لنا من التجارب هي ميجرز، هي قياسات ارقام. لهذا السبب
فالراندومايزد كنترول ترايلز ار ريجاردد از كوانتيتيف ستاديز، لكون النتائج اللي تطلع منها هي نتائج رقميه، يعني 20 شخص من المجموعه اي يعني لم تظهر عليهم اعراض، مثلا اعراض جانبيه، خمسه من المجموعه بي ظهرت عليهم اعراض جانبيه، وهكذا. هاي هي النتائج اللي تطلع لكم دائما اللي تذكرها من التجربه بهالطريقه، لسبب احنا نعتبرها quantitative studies. They compare two or more interventions. طبعا interventions معناها بكل الفصل هنا أنا معناها الشيء اللي دا نسويه، يعني الأدوية أو البروسيجرات أو. فإحنا هنا دا نقارن two or more interventions and so are regarded as comparative studies. هي بالبداية quantitative لأن النتائج مالتها أرقام، وهي ثانيا دراسات مقارنة. واضح شلون؟ Case series studies may also be quantitative but do not include comparisons among groups. هاي من باب قاعدة انه تعرف الأشياء بأضدادها. دراوينا نوع ثاني من الدراسات هي مو comparison. مثلها شنو؟ مثل الكيس سيريس. كيس سيريس يعني شنو؟ احنا سولفنا قبل شوي شنو الكيس ريبورت، وقلنا هو عبارة عن patient تشتغله تسجل انت ايش سويت، خلصت فقط. انت اشتغلت لك في العشر patientية كلهم بنفس البروسيجر اشتغلت لهم اياه، فتجمعهم كلهم بارتكل واحدة، ايش تسميها؟ تسميها كيس سيريس. هل انت بالكيس سيريس تقارن بين النتائج؟ لا، انت بالكيس سيريس مجرد تعرضهم واحدة ورا الثانية لا اكثر ولا اقل، بدون ما تقارن النتائج. ما عندك فقرة بالأخير اسمها conclusion تقول بيها أنه ثلاثة من عندهم ايش صار بيهم وخمسة من عندهم ايش صار بيهم، لا لا لا. ليش؟ لأنه أنت ما مقسمهم مجاميع، أنت مشتغل كل واحد على حده، فمخلي المتغيرات اللي ما بين كل individual و individual الأقصى حد ممكن، بالتالي مستحيل أنه تطلع بنتيجة علمية إذا سويت مقارنة. المقارنة لا تتم إلا لما تكون عندك مجاميع، وهاي المجاميع موزعة بشكل random، وهذا الراندوم كنترول. وبهاي الطريقة فقط تطلع عندك ترايل ممكن أنه تكون كومباريشن. جيد، هسه راح يسولف لنا على الراندومايزيشن، أنه شلون يتم التوزيع العشوائي هذا، وعلى الالوكيشن كونسلمنت، على إخفاء التوزيع. يعني شنو إخفاء التوزيع؟ يعني لنفرض أنه إحنا تنسوي اختبار على شراب ممكن يشفي من الإنفلونزا مثلاً، تمام؟ فقسمناهم مجموعتين مثل قبل شوية، مجموعة راح نعتمد أنه نعطيها هذا الشراب، ومجموعة راح نعتمد بيها على البلاسيبو إفكت، تمام؟ اللي هي الكنترول جروب. زين، زي طلع من الميت وانقطعت السلسلة لأنه هو اللي قاعد يسجل، آسف. وين كنا؟ كنا دا نقول إنه مجموعة راح نعطيها الشراب ومجموعة راح نعتمد بيها على البلاسيبو إفكت، ها؟ فإذا كان الشخص اللي هو اللي دا ينطي الانترفنشن هو اللي دا يقدم الشرابات لكل مجموعة، إذا كان هو يدري منو من المجموعتين هما جماعة البلاسيبو، أكو احتمال إنه نفسياً يأثر عليهم فيخلي التجربة تفشل. شلون؟ انه الجماعه اللي يعطيهم العلاج الحقيقي، حرفيا الموضوع ممكن هيك، يعني انا شايف او سامع العفو بودكاست يقدمه ناس بروفيشنال، يعني مو سوالف طلاب، حكوا على هالنقطه تحديدا، انه اذا الممرضه اللي تقدم الشراب تعرف انه هذا هو الشراب الحقيقي لو هذا هو البلاسيبو، ياثر طريقه تقديمها للشراب على المرضى فيخلي البلاسيبو افكت يفشل وما يشتغل. تروح تطي الشراب الحقيقي بطريقة محترمة خايفة على القوطية وتصبه على كيف وما أدري شنو، وتروح على شراب البلاسيبو تصبه مثل ما تصب قلاص المي، فالبيشنت راح تقل ثقته بالدواء فتفشل الكنترول جروب فتفشل التجربة كلها. بالتالي واحدة من الأشياء المهمة أحيانا في بعض التجارب أنه الأشخاص اللي دي يشتغلون أو دي ينطون الجرع او الانجكشن او الميديكيشن ايا كان، هم ما يعرفون منو من المجموعتين بلاسيبو ومنو من المجموعتين بدنا نعطيها هذا الدواء ومنو من المجموعتين بدنا نعطيها ذاك الدواء، تمام؟ هذا هو الالوكيشن كونسيلمنت. المهم، راندوم الوكيشن مين
that all participants have the same chance of being assigned to each of the study groups. أيضا نقطة مهمة إنه وهي هاي معنى كلمة randomized يعني بالنهاية إنه أكو احتمالية متساوية لجميع المشاركين إنه يدخلون بأي من هذين المجموعات. This ensures هذا الشيء راح يضمن لنا أنه the groups are balanced أنه هي متوازية أنه كل واحدة من عندها هي عينة حقيقية من المجتمع حالها حال المجموعة اللي بصفها for the disease severity or other predictors of prognosis and are not biased ماكو تحيز بتقسيم المجموعات قضية البايس ما راح أضرب عليها أمثلة لأنه بالنهاية إلى حد ما راح نأخذها بتفاصيل The randomization should be concealed from the clinicians who enter patients into the trial so they don't know which treatment the patient will receive. هاي اللي صارتنا عليه توا انه الدكتور اللي دا ينطي الميديكيشن لازم هو ما يعرف انه هذا البيشنت دا ياخذ البلاسيبو ولا دا ياخذ الدواء الاصيل فالتوزيع لازم يكون يعني بعباره ثانيه الطبيب اعمى واضح شلون؟ هو ما يدري ينطي العلاج حقيقي ولا مو حقيقي حاله حال البيشنت ما يدري هذا العلاج حقيقي ولا مو حقيقي هيك يلا تنهى التجربة. Otherwise, إذا ما صار هالشيء, they may consciously or unconsciously distort the balance of the groups being compared. ممكن بوعيهم أو بدون وعيهم هذول الدكاترة يدمرون البالانس يخلون أكو فرق ما بين المجموعتين. واضح شلون؟ فيخرب لنا القدرة على عمل مقارنة comparison ما بيناتهم. The best method For allocation to study group is to use random number tables or computer generated sequence. أفضل طريقة حتى يكون توزيعك فعلا randomized وفعلا المجاميع تكون إلى حد ما balanced بدون ما يكون أكو فرق بيناتهم هي طريقتين الطريقة الأولى random number tables اللي هن جداول مكونة من أرقام كل خانة هي بها أربع أرقام قضية إحصائية بحتة يعرفوها جماعة الإحصاء إذا قرر أي واحد منكم بيوم من الأيام إنه يسوي تجربة ينطيني خبر ونتعلم عليها سوى شلون نسويها المهم هي الفكرة من عندها إنه كل patient راح يحصل العفو رقم شب إلى حد ما بالقرعة واضح يعني هي شبه قرعة تصير فيصير اسمه رقم واضح شلون وهذا الرقم يتوزع عشوائيا فبهالطريقة تضمن الراندمايزيشن بالتجربة مالتك أو تستعمل الحاسب ببساطة أكو برامج بالحاسبة توزع توزيع عشوائي. Some investigators بعض الباحثين report using odd or even pair theory. بعضهم عدة طريقة ثانية يستعمل يحقق من خلالها randomization اللي هي شنو؟ اللي هي إنه على سنة الميلاد مال المريض زوجية أو فردية يوزعهم على المجموعتين or hospital number. أو الرقم مال المريض بالمستشفى يعني الأطفال من يولدون كل واحد إلى رقم فيعتمد على هذا الرقم but لكن هذا الشيء أكو هاي العملية إنه أنت دا تعتمد على المواليد أو دا تعتمد على الهوسبيتال نمبر هذا بي مشكلة شنو هي they يقول but there may be problems with these quasi randomization methods يعني هو مو فعلا عشوائي اللي انت تسويه هو شبه عشوائي فانت تجنبه يعني ليش جايب روحك كل شيء روح استعمل برنامج مال حاسبه يقسمهم تقسيم عشوائي فعلا افضل لك the investigator may subvert the allocation because he or she knows which group of the patient will be in and the study result could be biased as the groups are not probably balanced ايضا نفس الفكره اللي سولفنا for example راح يعطينا مثال المثال اللي نعطينا إياه هو المقارنة ما بين different surgical techniques for the removal of wisdom teeth. It would be important to have an equal mix of simple and difficult cases in the different groups. إذا شلنا إحنا دريد نختبر على يا هو التكنيك الأفضل اللي نستعمله حتى نقلع سن قلع جراحي wisdom tooth. أولاً لازم لما نقسم المجاميع نخلي كيسات سهلة وكيسات صعبة بكل مجموعة أوكي؟
يعني لنفرض احنا دريد نختبر ثلاث تكنيكات، تكنيك نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3. التكنيك نمبر 1 نطبق على كيسات سهله وعلى كيسات صعبه، ونمبر 2 ايضا على كيسات سهله وعلى كيسات صعبه. Easier to isolate quantity than intervention. نفس الفكرة، ماكو شيء جديد هنا، ماكو شيء جديد هناك، لكن أكو فكرة اللي هي فكرة البلايندينج، فكرة أنه نخلي الباحثين عميان، هذا بالمعنى الحرفي، الترجمة الحرفية. Ideally, all patients and clinicians involved in the trial should be blind. مثل ما اتفقنا، حتى يكون اكو راندومايزيشن فعلا واكو كنترول فعلا، لازم البيشنت هي ما يعرفون هم ضمن يا مجموعه. والافضل انه حتى الكلينيشنز، وهنا لما قال الكلينيشن فهو ده يحكي عن الشخص اللي يتعامل بشكل مباشر مع المريض، بغض النظر عن اللي يسوي انالايز بالنتائج بالاخير، لازم يكون بلايند، ما يدري من البلاسيبو وما يدري من الكنترول جروب وما يدري منو الترايل جروب. To the intervention so that the all groups are treated equally بنفس الطريقة وبتساوي تماما apart from experimental treatments that are being compared. If this isn't the case, the study may be biased by patients who report symptoms and clinicians who interpret them. ممكن أنه التجربة تخرب نتيجة للتحيز، هذا التحيز منين يجي؟ يا أما من خلال المرضى اللي راح هم اللي راح يطلعون السبتمز، يا اما من خلال الكلينشنز اللي هم راح يترجمون هذني السبتمز. لازم يكونون اثنيناتهم بلايند حتى تطلع النتائج قابله للمقارنه او قابله للتصديق. ونرجع ونقول انه البايس هذا قد يكون جاي من الكونشس، ممكن يكون انكونشس، يعني هو مو دائما بقصد، احيانا بدون قصد. influenced by their hunches and opinions about the anticipated treatment effectiveness. It's however not always possible to blind all trials. مو دائما احنا عندنا قدرة انه نسوي blind بكل التجارب. اتصور راح يعطينا مثال هسه، اي مثلا بالسيرجيكال trials. The surgeon will be aware of which technique of the alternatives he or she is using. يعني انا قضية العلاجات بالبلاسيبو بالعلاج العادي، اقدر ما اقول للطبيب يا هو منها البلاسيبو يا هو منها العلاج الحقيقي، لكن لما احنا بدنا نختبر على تكنيك جراحي، يعني شلون اقشمر عليه مثلا، هو اللي دي يشتغل، فهو واعي تماما هو يا تكنيك دي يستعمل. فشنو ممكن نسوي؟ ممكن it may be feasible to have clinicians other than the operating surgeon who are blind to the study group carrying out the post operative assessment. يعني الطبيب اللي يشتغل على المريض اللي هو بإيده يسوي التكنيك، ما نخليه هو نفسه اللي ياخذ لنا البوست اوبراتيف اسسمنت اللي يقيم ما بعد انتهاء العملية، نخلي واحد ثاني هو اللي يقيم. هذا الواحد ما يدري شنو هو التكنيك اللي اشتغلنا به. بهالطريقه ضمننا البلاينت، ضمننا انه ماكو باياس لا من خلال المريض ولا من خلال الشخص اللي يسوي الاسسمنت، الكلينيشن اللي يسوي التقييم البوست اوبراتيفلي. هذا شنو نسميه؟ نسميه single blind trial، اللي هو انه الكلينيشن ما يدري شنو دا يصير. ال double blind trial هو لما يكون لا الانفستيجيتر يدري شكو ولا المريض يدري شكو. واضح شلون؟ اثنيناتهم ما يعرفون منو الكنترول جروب ومنو الجروب اللي نعطيها العلاج الحقيقي. واضح شلون؟ Some trials require a double dummy. Double dummy هي هاي اللي قلناها تونا. Double blind نفس الشيء يعني. This is maybe the case, for example, in the oral medicine trial when two or more mouth rinse interventions need to look and taste the same. لما نكون احنا محتاجين انه نختبر اثنين من غسولات الفم، احنا نريد هنا بين الاثنين نفس الشيء، اثنين اللون الاخضر مثلا، واثنين هنا نريد نفس الطعم، ونريد نعرف تاثيرهن بغض النظر عن هذين العوامل. واضح شلون؟ فلازم
واحد من عندهن نعتبره هو البلاسيبو، واحد من عندهن هو العلاج الحقيقي، وما نخلي المريض يدري يا هو منهن الحقيقي ويا هو البلاسيبو، ولا نخلي اللي يقدم العلاج يعرف يا هو الحقيقي ويا هو البلاسيبو. سنجل بلايند كان المريض وحده هو اللي ما يعرف، الدبل بلايند لا المريض ولا الانفستيجيتر يعرف، وهسه راح نوصل للتربل بلايند بعدين. Randomized control trial can also be used full when, for example, a drug tablet. أعطينا مثال ثاني إنه شو وقت ممكن نستعمله أيضا الـ double blind في حالة إنه إحنا نريد نشوف يا هو الأفضل إنه العلاج نعطيه على شكل tablet يعني حبوب، لو نعطيه على شكل injection يعني أوبر. أيضا لازم المريض والطبيب اثنيناتهم ما يعرفون يا هو منهم يا هو العلاج الحقيقي. واضح شلون؟ Participants is one of the study groups would receive a tablet. هذه يشرح التجربة، ما يسوى الموضوع انه نطول به. النوع الثالث من البلايند هو التريبل بلايند. بالمناسبة احنا ليش نطول هسه بالتفاصيل كلها؟ انت لما راح تجي تقرا التجربة باشر اقوى وتريد تستخدمها ببحثك، هو بس راح يقول لك انه هي تريبل بلايند ترايل. زي اوكي، وبعدين ما راح يشرح لك شنو معنى هذا المصطلح. واضح؟ احنا هسه بدنا نعرف كل واحدة شنو معناها، حتى بعدين لما نريد نقيم يا هي الراندومايزد ترايل الافضل. احنا وقعت بيدنا اثنين، وحده تريبل بلايند ووحده سنجل بلايند، يا هي العلميه قيمتها افضل، وهن اثنينات من الترايلز. يعني انا ما ادري اقارن بين كيس ريبورت وبين سيستماتيك ريفيو حتى يكون واضح يا هو الافضل. هن اثنينات من الترايلز، انت من خلال خبرتك ومن خلال المعلومات اللي تونا سولفناها ومن خلال أهمية البلاينت اللي سولفناها تونا، راح نعرف إنه التربل أفضل، ساعات السنجل أفضل في حالات معينة، وساعات ماكو فرق تربل أو سنجل. هذا يجي على حسب العامل اللي دا نشتغل عليه إحنا. يعني أنت من خبرتك راح تلقف منو الأقوى. واضح شنو القصد؟ منو الأقوى علميا أقصد، منو اللي فعلا ممكن نعتبره دليل. نعتبر الستدي، نعتبر الاستادي تريبل بلايند لما لا الشخص اللي دي يشتغل على الاحصاءات يدري من الكنترول جروب، ولا الشخص اللي دي يقدم العلاج يعرف من الكنترول جروب، ولا البيشنتس نفسهم يعرفون من الكنترول جروب. ذولا ثلاثتهم ما يعرفون الكنترول جروب من. بهالحاله احنا صار عندنا تريبل بلايند. السنجل بلايند المريض وحده ما يدري، الدبل بلايند او الدبل دامي لا البيشنت يدري ولا الانفستيجيتر يدري، التريبل بلايند لا البيشنت ولا الانفستيجيتر ولا العامل على الاحصاءات اللي ما له خلق هاي الكلمه، هي ستاتيكيشن ما ادري. المهم هي هاي الكلمه، هو از انالايزنج ذا داتا، اللي هو راح بالنهايه يفسر لنا الداتا اللي طلعت لنا، النتائج اللي طلعت ويحللها. ايضا العفو لازم يكون بلايند، ما يعرف، ما عنده ايدنتيفيكيشن، ما عنده معرفه منو الستدي جروب ان اديشن تو ذا انفستيجيتور اند بارتي سيبنس. انا اعتقد انتم تعبتوا لانه مرت ساعه لحد الان. انا مستعد اكمل، انتم تحسون انه تعبتوا لو تريدون نكمل. لا كمل دكتور. واضح الشرح؟ اي دكتور كل شيء واضح. Completeness of follow-up. استكمال الفولو-اب. ورا ما كملنا الترايلز لازم نسوي فولو اب للبيشنتس، لانه هي نتائج الترايل مو دائما تطلع باللحظه، احيانا تطلع ورا يومين ثلاث، احيانا تطلع ورا شهور، احيانا تطلع ورا سنين، ما نعرف. All patients enter to the study should be accounted for conclusion. لازم شكو مريض دخل بالتجربه احنا نضمنه بالconclusion. Ideally, no patient should be lost to follow up because these patients could have
outcomes that would affect the conclusions of the study. لازم ما نضيع أي patient إحنا دخلناه بالتجربة. واضح؟ كلش مهمة هاي النقطة. لأنه البيشنت اللي إحنا اشتغلنا عليهم إذا كنا وزعنا المجاميع مثلا على 20 نفر 20 نفر، واضح؟ ما يصير واحد من المجموعات يصير 19 نفر، لازم كلهم على 20. زائد هذا الواحد اللي ضيعناه، إحنا غير نعرف الأوت كم مالته شنو؟ يعني غير نعرف إنه مثلا هو كان ضمن المجموعة اللي نطيناها إبيبروفين مثلا. والمجاميع البقية واحدة اعطيناها باراسيتامول واحدة اعطيناهم بلاسيبو افكت. زين هذا واحد من جماعة الإبيبروفين. أني لما راح أطلع النتيجة وأقسمها على 20 اللي هم عدد أفراد المجموعة حتى تطلع لي نسبة، مثلا 50% منهم استفادوا، 20% منهم استفادوا، أنا عندي نفر ناقص. هذا النفر ما أدري إيش صار بي، ما أدري مات من وراء العلاج اللي أعطيته إياه، ما أدري استفاد من العلاج اللي أعطيته إياه. فلازم لازم لازم ما يضيع عندنا شكو بيشنت دخل بالتريال، لازم بالفولو أب هو موجود كامبتد بالكونكلوجن. They may have dropped out because of an adverse outcome. قد يكون أن هم صار عندهم adverse outcome، يعني تأذوا من وراء العلاج ولو أذية بسيطة، فبطلوا يأخذوا أصلا وبطلوا يريدون يكملون بالتجربة. هذا احتمال وارد. أكو one way to deal with the data. أكو طريقة واحدة للتعامل ويا النتائج في حالة أنه فقدنا بعض البيشنتية لأن هم بطلوا بنص التجربة أو لأنه إحنا فقدنا الاتصال بهم لأي سبب كان. اللي هو شنو؟ اللي هو أنه نعتبرهم يعني أسوأ شيء ممكن يصير بالبيشنت اللي دخل بالتجربة، نعتبر أنه هذولا صار بهم. يعني شنو؟ بيشنت نطيته إبيبروفين وما عرفت إيش صار به بعدين، يعني الفولو أب ما حصلته، اتصلت عليه ما رد، سافر، يعني ما ادري، فقدت الاتصال بي، ما ادري الفولو اب مالته شنو. اني اريد اكمل التجربه، يعني شنو اروح اجيب واحد بمكانه؟ عم انتظر 3 شهور وبعدين يعطيني نتيجه؟ فش اسوي بالداتا بالاخير بالبيانات اللي اطلعها؟ هذا البيشنت اللي فقدته انطيه أسوأ الاحتمالات. شنو أسوأ الاحتمالات؟ انه الابوبروفين السايد افكت مالته ظهرا على هذا البيشنت، تمام؟ فأعتبر بالتجربة إنه هذا البيشنت اللي فقدته ظهرت عليه كل السايد افكت مال الإبيبروفين وأدخله ضمن التجربة. صار واضح؟ البيشنت اللي ينفقد من الفولو اب بالتجارب نعتبر إنه هو ظهرت عليه كل السايد افكت اللي المفروض تظهر عليه، بغض النظر هي بالحقيقة طلعت له لا، احنا فقدنا الفولو اب مالته، شو نسوي؟ غلط من عندنا، غلط من عنده، هذا اللي صار. فنعتبره إنه هو ضمن أسوأ الأحوال ونقيس على هالأساس. However, some consider that a loss of more than 20% is unacceptable. يعتقد البعض من الباحثين أنه إذا 20% من البيانات مالتك بالفولو-up أنت فقدتها لغلط منك أو لغلط من الفيشنتية أيا كان، هاي التجربة كلها تخلي عليها X وتذهب بالزبالة، البيانات مالتها راح تكون unreliable، ما تقدر تعتمد عليها. واضح؟ 20%، 20% يعني كل 25 يعني ربع. إذا ربع العينات اللي أنت ماخذهن انفقدت ما قدرت تسوي لها فولو اب سواء غلطك أو غلط البيشنت، التجربة كلها ينحط عليها إكس. سامبل سايز كالكوليشن. A clinical trial should be large enough to have a high chance of detecting as statistically significant a benefit from the treatment. لازم العينة اللي ناخذها تكون عينة يعني مثلا أعطيكم مثال، ما راح ناخذ مثال طبي، خلينا ناخذ مثال، خلينا نقول استطلاع جماهيري. واضح شلون؟ لقضية سياسية، لقضية دينية، لقضية فكرية أيا كانت. فمثلا يصير نروح حرم الإمام الحسين ونسوي استطلاع هل لا زال الناس ملتزمين بالقيم الدينية لو هم ما ملتزمين بالقيم الدينية؟ أكيد ما يصير. ليش؟ أنت العينة دا تأخذها غلط، أنت دا تروح بكربلة في مكان ديني في مرقد ديني دا تسأل سؤال تريد تعرف من خلاله هل الناس ملتزمين دينيا لو لا. زين شنو الحل؟ أروح مثلا أخذها بمكان لاس فيغاس؟ هم غلط، أنت رايح المكان مدينة هي وظيفتها بحياتها إنه يلعبون بها قمار، تسأل عن الالتزام الديني؟
زين بعد وين انطوي؟ لازم تطوي هيك المكان يشمل كلا الطرفين ويشمل عدة عينات من خلالها تكون لارج اناف حتى تغطي كل الاحتمالات الممكنة قدر الامكان. تمام، نفس الفكرة بالهيلثي وبالانهيلثي نفسها تماما. Many trials، العديد من التجارب، are too small، صغيرة جدا لدرجة to show that no benefit exists. يعني هاي واحدة من الملاعب اللي تلعبها شركات التسويق، انه هي تخلي العينة صغيرة جدا، يا اما لاثبات فشل المنتج يا اما لاثبات نجاح المنتج. لكن حتى تكون فعلا ريلايبل لازم يكون العينة ما اخذها انت لارج. وطبعا لارج مو القصد يعني عدد المشاركين هواية، حتى لو كل مجموعة بها 20، بس دول ال20 التمنين ما اخذهم، ما اخذهم مثلا كلهم من الحسينية بكربلاء. الحسينية منطقة زراعية ومياهها ملوثة، يعني غالبا راح يجوك البيشنت هي عندهم امراض مثل الملاريا وغيرها. زين تاخذهم كلهم من المنصور، هذول ناس يشربون المي بقصبة، يعني ذولا غالبا اقوى مرضى يتمرضوها هي الانفلونزا. انت مجرد اخذ لي نفس ال20 نفر، يعني نفس العدد هم 20، بس اخذ لي خمسه منا خمسه منا خمسه من فوق خمسه من جوا، يعني اريد تنوع حتى تكون النتيجه مالتك ريلايبل. The authors، المؤلفين مال التجربه، may conclude that the intervention had no benefit. But if they calculated and advanced the appropriate sample size and recruited more participants, then they may observe an effect. They good. إذا كانت المجموعة اللي ماخذيها صغيرة و not large enough مثل ما سولفنا قبل شوية، قد يشوفون إنه ماكو أي تأثير للدواء يعني، أو تأثير، لا والله المنصور على رأسي يعني، بس هم نازوكية زايدة. قد يشوفون انه ماكو تاثير للدواء او للبروسيجر اللي يشتغلوا له، يعني ماكو تاثير واضح، ماكو خطوه لي قدام. نفس البروسيجر او نفس الدواء، لمجرد انه احنا شويه وسعنا العينه اللي بدنا نشتغل عليها وخليناها مور ايديال، تمام، لا راح نبدا نشوف التاثير واضح. وذاك وين واضح شلون؟ خصوصا اذا وسعنا النطاق، يعني مثلا اذا اشتغلنا على مجموعه بيشنتيه كلهم عمرهم 20 سنه مثلا، او مو 20، يجوز الرقم يعني جدلي، خلينا نقول 15. 15 بعد العظمي مو عنده هذا البيشنت، بعد جسمه فريش، بعد ما متعوب بين قوسين، واضح شلون؟ يعني جسمه ممكن يعالج نفسه وممكن يقاوم، وغالبا الاميونتي مالته حلوه. اذا كل البيشنت هي اشتغلتهم بفد بروسيجر معين او دواء معين بهالرينج هذا، ما راح الاحظ الافكت ذاك وينه بالفرق ما بين العلاجين او ما بين البروسيجرين. بس اذا شويه وسعت مالت الرينج، خليت بعضهم بيدو، بعضهم شويه كبار بالعمر، بعضهم اربعينات، بعضهم ثلاثينات، الافكت يصير ذاك وينه. هو يصيح لك يقول لك انا بالكبير بالعمر ما اشتغل لان جسمه منتهي، وبالصغير بالعمر ما اشتغل، او اشتغل احسن او اشتغل اقل. يعني تفهمون قصدي، الافكت يصير واضح لانه عندنا تنوع حقيقي. الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا احنا سولفنا عليها مقدما قبل شويه، باختصار هي الكريتيريا، هي المعايير التي تستعمل لتحديد هو كان انتر ذا ترايل، منو مسموح له انه يدخل بالتجربه اللي هي الانكلوجن، ومنو شود بي اكسكلودد ستودنت بي تو ريسك مال اخوك الفضل. هي القصد يعني الاكسكلوجن ما لازم تكون حاسمة جدا، العفو حازمة جدا، يعني مر يعني كل ما نشوف خذوها قاعدة، كل ما الترايل، ارجع اقول اسف على الصوت، كل ما تكون الترايل بيها الاكسكلوجن كريتيريا هواية، كل ما كانت قابلية تطبيق هذه الترايل قليلة. واضح شلون؟ يعني اذا الترايل طلعنا الكبار من العمر من الحسبة، وطلعنا الصغار من العمر من الحسبة، وطلعنا اللي عمرهم 40 من الحسبة، بالتالي نتائج هاي الترايل وين ممكن اطبقها؟ في عدد قليل من الناس راح اطبقها، بس باللي عمرهم 20 او بس باللي عمرهم 30. واضح شلون؟ اعطيكم مثال ثاني. احنا سوينا تجربه على وحده من العمليات المشهوره حاليا، مو مشهوره العفو، يعني اللي اكو عليها جدل ونقاش، اللي هي بالميكس دنتيشن. اذا عندنا سن بي اندو وكان هذا السن دائمي، ممكن نروح على سن لبني ديسيديوس، نطلع العصب مالته نزرعه مباشرة بالسن الدائمي، فنسوي له ريفيتاليزيشن،
زين بهاي التريير اللي راح نسويها على هذا البروسيجر الاكسكلوجن ايش قد عندنا؟ ايش قد بالمية من نسبة الناس؟ يعني شو اقول لكم 80% من الناس ما راح يدخلون بيها. ليش؟ لان احنا مجبورين نشتغل بالميكس دنتيشن، لا اللي عمرهم جوا الستة اقدر اشتغل بيهم، ولا اللي عمرهم فوق ال 15 اقدر اشتغل بيهم، فد رينج كلش قليل دا اشتغل بيه، بالتالي فد اكسكلوجن كريتيريا كلش حازم. فتطبيقي لنتائج هاي التريلز هو تطبيق ضيق. واضح شلون؟ فهو دا ينبهنا انه قدر الامكان نقلل الاكسكلوجن، فقط الضروريات فقط وفقط وفقط العافية. هاي سولفناها، النارو جروب سولفناها، خلصت. هسه عندنا الاستيميت اوف افكت، بس اسمحوا لي اتذكر شنو ترجمتها لانه نسيتها. تقدير التاثير، شوف احنا اجينا سوينا التجربه، خلي اعطيكم مثال. لنفرض انه من بين مجموع الناس اللي شوي ركزوا وياي لان هنا يعني اذا ما لقفتها وهي طايره ما راح تقف. لنفرض انه عندنا من بين مجموع الناس اللي يصابون ب الهيرت اتاك سكته، لنفرض انه 75% من عندهم يموتون، تمام؟ بالتالي 25% منهم ينجون. احنا جينا اخترعنا دواء اسمه ستوب اتاك، نطيناه لهذول المرضى، لاحظنا انه بدل ما 75% منهم يموتون 25% منهم ماتوا فقط. هنا ايش نلاحظ؟ نلاحظ انه اكو 25% لي فوق ذولا نطيناهم علاج، ما نطيناهم علاج هم ميتين، لانه بالمره الاولى ماتوا كانوا 75% قبل اختراع العلاج، وبعد اختراع العلاج لا زالوا هذول ال 25% دي يموت. اوكي، واكو 25% دي جوا في وقت ال 75% كانوا هم الناجين، وفي وقت بعد اختراع العلاج لا زالوا هم الناجين. اذا اكو 25% دي ينجون بغض النظر عن استخدام العلاج، واكو 25% دي يموتون بغض النظر عن استخدام العلاج. العلاج اثر لنا بش قد من الناس؟ بعد اثر لنا في 50%. صار واضح لي هنا؟ هاي ال 50% نقسمها على، بس خل اطلع المعادلة. ال NNT اللي هو مكتوب لنا هنا ك number needed to treat to benefit، عدد الاشخاص اللي لازم نطبق عليهم العلاج حتى يبين التأثير مالته. شلون نحسبه ال NNT؟ نحسبه من خلال تقسيم 100 على ال ARR. ال ARR شنو؟ اللي هو ال absolute risk reduction، عدد او نسبه الناس اللي انقذهم هذا العلاج. اللي مثالنا اللي ضربناه ايش قد؟ هو انقذنا 50% فقط، اكو 25 ماتوا بغض النظر عن استخدامه و25 عاشوا بغض النظر عن استخدامه، هو انقذ 50%. نقسم 100 على 50 يطلع لنا 2. اذا هذا العلاج بالتجربه اللي سولفناها ال NNT مالته اللي هو number needed to treat هو 2. صار واضح؟ تطلع لكم ببعض التجارب خصوصا التجارب الادويه تحديدا، يطلع لكم بالكونكلوجن مالته انه هذا العلاج الان انت مالته 2.4 او 3.8. واضح؟ هسه انتم من خلال هالسوالف اللي سولفناها اخذتوا على الاقل فكره شنو معنى الان انت. زين الرقم شنو فايدته؟ خو اوكي هذا الان انت مالته 2، وبعدين دي يقولون الباحثين انه الان انت 5 فما دون هي نتيجه جيده acceptable. في بعض الأحيان توصل إلى 10، 10 فما دون هي acceptable، لكن إحنا خلونا على 5، نأخذها كقاعدة عامة نحفظها، وفي حالة استثناءات المفروض بالتريال هو يذكر لك الاستثناء، يعني يكتب لك ضمنها. أوكي، فأخذوها قاعدة بأي دواء الـ NNT مالته number needed to treat 5 فما دون هو acceptable. 5 يعني شنو؟ يعني 20% من الناس هو ممكن ينقذ. نجي نقرأ على السريع The estimate of effect، تقييم تأثير العلاج or treatment effect. Is there relationship
observe والعلاقة اللي نلاحظها between the intervention and the outcome. العلاقة اللي نلاحظها ما بين المادة اللي نعطيها الدواء أو injection أو أي كان وال outcome والنتائج اللي تطلع. 75% من الناس اللي كانوا يموتون اللي العلاج سواهم 25%. هذا هو تأثير العلاج هنا بين. There are various methods available to describe the results in a clinical useful way. أكو عدة طرق من خلالها نصف هذا التأثير. الطريقة اللي هي risk ratio فهم يحتاج نصرف بها نسبة الخطأ واضحة. والنمبر needed to treat اللي حتى نصرفنا بها الآن. The risk ratio هو الراتيو ما بين الريسك in the intervention group to the risk in the control group. احنا عرفنا شنو معنى الكنترول جروب، قلنا هي الجروب اللي يا اما ما نعطيها العلاج اصلا، يا اما هي الجروب اللي نعطيها الكونفنشنال تريتمنت العلاج التقليدي اللي متعودين عليه، يا اما هي الجروب اللي نعطيها البلاسيبو افكت. اوكي، لنفرض انه بهذا الجروب الكنترول ماتوا مثلا 10 وبهذا العلاج مالتنا ماتوا 20. اوكي، هسه مو شرط ماتوا، وانا دا اقول ماتوا هو احتمال طلعت عليهم سايد افكت، يعني القصد انه النتائج مالتهم كانت نيجاتيف. بالعلاج مالتنا اللي طلعت نتائجهم نيجاتيف 20 وبالكنترول جروب 10، اذا الريسك ريشيو ايش قد؟ 20 على 10، بالتالي ايش قد؟ هي هنا الفكره، هذا معنى الريسك ريشيو. معنى لان انت عرفنا هو هاو ماني بيبل نيد تو ريسيف ا تريتمنت بيفور وان بيرسون وود بي اكسبيرينس ا beneficial outcome. The NNT for 1 gram of paracetamol. أنا راح أعطينا مثال ما يحتاج نقرأ. نفس الحكي اللي سولفنا، مجرد راح يحكي لنا عن طريق أرقام. The confidence interval CI هو القصد مدى موثوقية التجربة، مدى قدرتنا على الوثوق بهذه التجربة. Provides a measure of precision or uncertainty of study result for making interference above the population of patients. As CI indicate the strength of the evidence, مدى قوة هذا البحث أو هاي التجربة, about quantities such as treatment benefits, they are of particular relevance to practitioners of evidence-based medicine. مدى قوة كل تجربة وحدة عن الثانية, المقارنة ما بيناتهن, معرفة من الأقوى ما بيهن, شنو عوامل القوة, هو من الشغلات اللي فعلا مهمة بالنسبة للشخص اللي يبحث عن الـ evidence based medicine. يعني احنا شغلتنا شنو؟ شغلتنا انه نتعارك ويا نفسنا, نتعارك, نخلي البروسيجر يتعارك ويا البروسيجر الثاني بشكل افتراضي, يعني نشوف يا فريق اللي ينتصر. مثلا عندنا فريق يشجع الأمونجام وفريق يشجع الكومبريسز. طبعا نرجع ونقول احنا نسولف بالظروف المثاليه, ظروف العياده احيانا تجبرك انه تاخذ الحل الثاني او الثالث او العاشر احيانا, بس ايضا اكو حدود ما يصير تعبرهم. فنشوف فريق الامالجام مثلا اكو كم سيستميك ريفيو عندهم تدعم انه نستعمل الامالجام, واكو كم كيس ريبورت, واكو كم ترايل, واكو كم كوهورت ستدي, وهكذا. نروح على فريق الكومبوزيت نفس الشيء, نشوف اكوش كم وحده. خلنا ناخذ هسه امثله افتراضيه حتى توصل للفكره. اذا لقيت سيستميك ريفيو عند الكومبوزيت وكيس ريبورت عند اي شيء ثاني, الكيس ريبورت نخلي عليه اكس لان هو اضعف الادله العلميه, الاقوى من عندها السيستميك والاقل شويه من عندها الراندومايز. الصوره اللي قبل شويه شفناها زين. لنفرض شفنا ترايل بترايل, اثنيناتنا ترايلات, هسه شلون نعرف يا هي الاقوى؟ هنا تدخل العوامل البطيئه اللي هي الـ CI confidence interval. صار واضح؟ عوامل داخلية هنا مو لمجرد كونها تجربة مقابل case report نعرف منه الأهم. هنا عوامل داخلية في داخل التجربة نفسها هي اللي تحدد منه الأقوى ما بين. هسه راح نحكي على أنواع الراندومايزد كنترول ترايل. دكتور ممكن تعيد آخر فقرة؟ إنه هو شلون راح نعرف أي الأول؟ شلون نعرف؟ راح نسولف عنها بالأخير. هو هنا مجرد نطعنا مقدمة.
بالأخير راح ينطينا بس خل أشوف لك اسم الموضوع، الأسيسنج اللي هي صفحة 19، Assessing the quality of randomized control trials. راح يشرح لنا بشيء من التفصيل شلون نحدد الكواليتي مال كل تجربة وحدة عن وحدة. أوكي، نفينا الترايلز بالنهاية، يعني هن من نفس المرتبة العلمية، لكن منو من عندهم أقوى؟ التجربة اللي سويتها دكتورة أطياف ولا التجربة اللي سواها دكتورة علي؟ هنا ندخل على عوامل الموضوعية، منها ما هو internal داخلي ومنها ما هو external خارجي. من عندها نعرف يا تجربة منهم هي الأكثر مصداقية والأكثر علمية؟ أكيد تجربتك أنا عامتين من هذا. تمام. على العموم نرجع نكمل، هسه كنا اللي نسولف بأنواع الراندومايزد كنترول ترايل قبل ما نطب. لحد الآن كل شيء واضح؟ ما أكو شيء حسيتون شيء متعاجز واستعجلت بيه أو ما أنطيته حقه مصطلح؟